أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاو. من بعد ما بقت أيام قليلة استقبال شهر رمضان المبارك الكريم، والمساجد بدأوا كيستعدوا لصلاة التراويح، والأسر والعائلات المغربية متفائلين بالخير وفرحانين وكيوجدوا السفوف والشباكية، ولكن الحكومة ديال العثماني خرب قتلوا المقادير ملي عنت على قرار ديال حظر التجول الليلي ابتداء من 8 مساء إلى 6 صباحا. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش نشوفوا الآراء ديال الناس في هذا القرار. هيا بينا. ايوا اش غنقول لك اخاي ديالي، راه هادشي هذا راه بزاف علينا الخاوه ديالي. راه 8 د العشيه انا ما كرهتش يشدوا في 6 حق الله العظيم، حيت الدوله ديالنا راه عارفه شني تعمل، فهمتي المعنى؟ عارفه راه الشعب ديالها، خصوصا انا الشامل، عارفه ان الشامل مدبرين على راسهم كيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، فهمتي المعنى؟ اش غنقول لك الخاوه، حسبي الله ونعم الوكيل. الخاوه الله ياخذ الحق، ماشي في الدوله في اللي كان سبب كامل، وهادشي هذا بزاف الخوات. 8 راه ماشي غير القمع والسلام، راه بنادم بوبري مضرور ومضروبه فيه. كاين بوبري اللي ما كيخدم ما كيردم غير بسبب هادشي هذا الكورونا والتخربيق وكذا، وهادي باقي العقل ديالو ترون. واش غنقول لك الخاوه، انا ما كرهتش الخاوه يزول هادشي هذا مره، حق الله العظيم. علاش تشد في 8؟ وشد الخاوه في النهار كامل، شد حتى 8 عاد كتجي كورونا. انا ما فهمناش الخاوه هادشي هذا، مابقاش بقينا شي كنستوعبوا شني واقع الخاوه. فهمت السطه، والله الا فهمت السطه. شو تسن 8 نهار كامل سينا فاتح، مدينة عامرة، قهاوي عامرين، كذا العالم كلشي فاتح، اجي 8 شد. كيفاش 8 شد؟ ما فهمناش الخاوة وما خصناش نفهموا وشدوا ولا فتحوا شغلكم هذاك. هذا القرار اللي عملته يعني قرار يعني غير صائب، غير مبرر، غير صائب، لحساب بأن دابا هذه تقريبا عام وحنا مضرين بهذا الشيء هذا. راه معذبين بزاف، شد مع 8 والضرر بزاف، يعني بان مضرين. انا دابا رمضان بان باش تكل الهوال، باش تشرب الهوا، باش تخلص الكرا، باش تخلص. انا ما متفقش معاهم في هذا القرار هذا، حيت انا كنخدم الدومين ديالي كوزينه، كنخدم بوزن، يعني حنا ما يشدوا لنا في 8، حنا الخدمه ديالنا كتكون مور 8، علاش يشدوا لنا في 8؟ اذا حنا ما نخدموش خصنا نخدمو، خصنا هادشي ما يكونش، خصنا نخدمو رمضان ونصليو تراويح لا الاقل نشدوا صال 11، حيت الخدمه ديالنا كتكون صال من المغرب، فهمتي؟ ولا شادوا لنا الدراوش لا قليله 11، فهمتي اخي عمر؟ ما كاين لا صلاه، ما كاين والو، هيدا والو اخي عمر، متفقين شي معاهم في هذا القرار. يعني سينا ضد القرار. ضد القرار، وانا كوازني، يعني انا اللي شاديتو لنا في 8، اذا انا ما نخدمش مقابيطا اللي بحاهم، فهمتي؟ رمضان اللي فات شادوا لنا ورمضان هذا شادوا لنا. الناس الفلوس عاد ماشي يعيشوا، اما حنايا غالوا بالله، اما لا يشدوا ما يعطيونا والو. أبقى بالجوع، ما كاين علاش، هادشي هذا ما يقولها ربي ولا كاع، الحكومة خصها تعوض الشعب، يدوم مسائل الشعب، خصو شي يخدم الشعب يمس بالجوع، قلنا لي خصها تخرج، شاف بزاف الحراس، تخرج تشم الهواء وتجلس والدور كذا، تصلي العشاء والتراويح، حنا كتشوف تصلي العشاء والتراويح، قال ما نعرفش باقي ما عرفتش واش غيصليو التراويح ولا ما يصليوش. حنا اخي مضرورين هنايا، اللي عطى الله هو هذا، وعندنا دابا هذا رمضان غنوقفوا ما كاين والو، دابا هادشي هذا راه ماشي معقول. يعني يعملوا معنا شي حال ولا كذا، راه الدنيا. شنو هو الحل بالنسبه لي؟ الحل هو بالنسبه لي هو يعطيونا شي توقيت مزيان. هذا مثلا شمن توقيت يقدروا بالنسبه لي؟ توقيت بالقليله 11 نقولوا مزيانه 11، هذا الماكسيموم زعما بالحاجه، هو هذاك يعني الطلب اللي كنطلبوا حنايا. خاوة 8 الصراحه ما صالحاناش مر، حنا 13 فينا خدامين هنا، يعني فهمت الرزق ديالنا محدود دابا، فهمتي كيفاش؟ يعني ما عندكش كيفاش تدخل الخو، كيفاش تدخل الدار شي حاجه اذا في يديك شي حاجه، فهمت؟ يعني غيتعداو علينا الصراحه، وخصنا مور المغرب عاد بنادم كيخرج، يعني ما يمكنش فوقاش تخرج قبل الفطور وكذا، جينا عارف. يعني في رمضان انتم فوقاش كتساعد الخدمه ديالكم في رمضان؟ مور المغرب، يعني مور المغرب عاد كتخدموا؟ عاد كنخدموا هنايا. الرأي ديالي في هذا القرار هو قرار في الحقيقة صعيب شوية، لأن كان خصهم على الأقل يعملوا 10 أو 11، هو عام داز كامل أزمة ويزيدوا يجلسوا دابا راه صعيبة بزاف، ماشي غير مالي المحلات التجاريين ولكن حتى العمال. حنا ما غاديش نضروا بزاف، ولكن الضرر غيجينا من عند الناس اللي خدامين وغيجلسوا، حيت الرواج ديالنا حنا عنده علاقة بالرواج الناس آخرين. حنا غادي نكونوا مثلا كنخدموا، ولكن الناس اللي جالسين راهم ازمن، واخا غادي يجي عندك مثلا باش غادي يجي عندك ولا يجي عندك يقول لك كريديني،
لو كان جيبو عامر ما غاديش يخلي كريديني، غتكون سنسام مستافد العمل ديالو، هو سنسام مستافد منه. علاش؟ حيت هو مخلص سنسا كتخلص. يعني بحال نقول لك داكشي السلسله كتجي هذا كيعطي صافي مسلسل، هذا كيخوي في هذا وهي غاده، وهكذا الدوره. يعني هذا كيعطي لهذا وهي ماشيه، بحال يعني بحال داكشي اوتوماتيكي، هذا كيعطي لهذا وكل واحد كيستافد من الاخر وهي ماشيه الدوره. بالحق الا وقف واحد راه كلشي غادي يتازم بسبب واحد واقف، لان ما غيبقاش يوصل. بحال وقع واحد العطب تقني هذا ما كيوصلش. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاراء ديال الناس، ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم ايو جباري، نتلاقى في موضوع جديد وحلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.